يلا هذه البلاكه شنو كتعني؟ ديال الدراجين هذه هذه ماشي هذه هذه تحت هذه هذه المكان اللي غادي يدوز فيه كي داير انت مثلا تاع البيكان ياك صافي كاين خير انت عندك البيكالا ولقيت هذه قدامك هذه كاينه قدام بغيتي والله شنو خصك دير انت في البيكالا هنا ندور على هذاك الاتجاه شنو هو هذاك الاتجاه شنو هو الاتجاه اين الاتجاه الموقف ديال الدراج اتجاه اتجاه اليمين اتجاه اليمين برافو عليك هذه شنو كتعني هذيك الرومبوا اللي خاصك دوز عليها يعني اجباري عليك انك دير رومبوا برافو دابا العكس ديال الاجبار وهي الاجبار اللي خاصك ديرها خاصك ديرها العكس ديال ديالها حلو حاجه اللي دابا هاد الحاجه دايزه انت بغيتي تمشي لك يزول لك الحتان ركز معايا انت برافو صحيح انا شفنا كنلوك دابا على اللون اذا كان اللون الازرق ديال الدائره كيعني لك خاصك ديرها يعني الاجبار اللون الاحمر ديال الدائره كيعني لك المنع متفقين يعني ممنوع الدور تمشي في ذاك الاتجاه هي لانتيغدي اي اي شنو هو لانتيغدي بالعربيه قول لي بالعربيه هي ممنوع ممنوع المرور بذاك المسار واخا شحال جاب سبع ياك ما نقال لا شو لا ما نقالش لا لا لكن النتيجه ديالو مزيان هو الشرا ما كان خاصو يحضر معايا لكن دابا هو كيقلب في الانترنت وكنت ديك المره كان مقابل الاداره كانت عنده الاداره ايوا تحصلت على بيرمي ديال السيقه ديال البيكالات مبروك عليك اودي